اهلا بيكم واستكمال لعالم الابراج مع خبيره الابراج الاولى عالميا سناء القيسي، خبيره الابراج والفلك والاحجار الكريمه. وضيفت النهارده برضو معايا زميلتي الاعلاميه فيفي السيد. يا وائل، رحبنا بقى باستاذه سناء. اهلا وسهلا حضرتك، نورتينا الحلقه. مساء الخير مساء عليكم، النور. شلونكم؟ منوره ان شاء الله تكونوا منوره بخير وبنوركم. اكيد اهلا وسهلا بيكم، منوره الدنيا. منورة. وفي البدايه كده عايزين بقى، في حاجه تملي بتحصل، الكوابيس والاحلام المزعجه. نعم. في ناس بتقول لك على طول في كابوس ملازمني على طول، في حلم ملازمني على طول. عايزين نعرف ده ممكن يبقى سحر ولا قرين قاصد يزعجك، ولا الموضوع بيبقى ازاي؟ نعم، الكوابيس المستمرة عند الأشخاص ممكن يكون هو رباس عادي، وإذا يتكرر أكثر من مرة هنا أصبح أنه هذا القرين اللي كل إنسان عنده قرين، هذا القرين اللي موجود ملازم الشخص أصبح قرين غير صالح، ويجيب على هيئة الرباس ويأثر عليه ليليا، يعني عند غروب الشمس يتأثر الشخص بالرباس وبالكوابيس من وراء القرين، وممكن يكون السحر هو اللي مسلط عليه. طب لو واحد عايز بقى يخلص من الموضوع ده، يعني الكوابيس تعباه وقتلاه كل يوم مثلا، نعم، يعمل ايه بقى عشان يخلص من الكابوس ده، او يخلص من القرين، او من السحر اللي عنده؟ طبعا اكيد الاول شغله لازم يكشف على اسمه، اسم والدته، العمر، نكشف كشف روحاني، اوكي، نطلع نوع العمل شنو عنده. ممكن هو ما يكون عنده عمل، ممكن يكون عنده حالة نفسية، ممكن يكون عنده سحر سفلي، ممكن يكون عنده سحر التمريض، اكو كذا نوع من الأسحار. وحضرتك بتطلع كل ده؟ اي نعم نعم. على الكشف كله يطلع. تمام. بطريقة جدا قوية وعادي، ونعالج وننطي تحصينات. طيب عاوزين نعرف البرج الذي يتفق مع برج الجدي هو ايه؟ برج الجدي هو يتفق عامة مع كل الأبراج، بس أكثر الأبراج اللي يتفق معها برج الجدي هو الأبراج النارية. الأبراج النارية والترابية تنطي حد يعني ما بين 60 إلى 70 أو 75% اتفاقية بالفكر، بالعقل، بالروح، بالطاقات الإيجابية مع بعض. طب عيوبه إيه؟ عيوب برج الجدي؟ عيوب برج الجدي هو أمرار عنيد ما يتنازل، يمر بظروف جدا قاسية. برج الجدي يحكم على جرحى، يحكم على كل شيء وما يبين للآخرين. بس برج الجدي هاي الفترة عنده تراجع جدا قوي، ويا ربي يخلصه من كل مشاكله. طب تفكيره هو بيفكر ازاي؟ تفكير برج الجدي، تفكير برج الذكي خارق الذكاء، لدرجة انه يفتهم العدو المقابل، عنده حاسة جدا قوية. برج الجدي هو يتفاعل مع كل الأبراج، كل الأبراج عامة. نعم، بس برج الجدي هو ياخذ العدو والصديق والحبيب وينظر، وعنده حاسة جدا حلوة، عنده روحانية وكاريزما كلش قوية. تمام. انت من شويه برضو كلمتينا على الجلسات الروحيه والقعده الروحيه. نعم. عايز اعرف بقى مدى تاثيرها وفعاليتها، واعرف لها طقوس معينه الجلسات الروحيه دي. طبعا اكيد احنا اليوم لما نجي نسوي الجلسه الروحيه اللي هي الروحانيه، احنا نقول لها الجلسه الروحانيه، هي تتبع طقوس، تتبع خلوه، تتبع انه ما يكون ضجيج العالم. ما بتتغيرش خالص الطقوس بتاعتها، ولا ممكن تتغير بين حاله وحاله؟ تتغير في اللفظ، في الكلام، في الكلام، في العهد، بس هي الطقوس بس واحدة. هي الطقوس هي ما يكون في ضجيج حواليك، هدوء تام. تختار بمنزلك الغرفة الهادئة وبعيدة عن الأولاد، إذا كان عندك أطفال، إذا كان عندك أولاد، هاي كلها تبعدها، وتتبع طبعا الطقوس اللي أنت تريدها. أكيد كل روحاني عنده طقوسه الخاصة، ولها تأثير فعال الجلسات الروحية 100%. إذا كان عنده روحانية قوية ومخاوي بطريقة حلوة، لا، إلى طقوسه، وهو أصلا الروحاني يرتاح بطقوسه. طب احنا عايزين نعرف اربع صفات لبرج الميزان. اربع صفات لبرج الميزان: حنون، هاي اول شغله. برج الميزان حنون، عاطفي، يفكر بالاخرين وما يفكر بنفسه، اكثر حنيته للاخرين، للمقربين، للعائله، للابن، للبنت، ما تفكر بنفسها. وانثى الميزان تحديدا، الصفات الباقيه ينطي انه اذا قسى على نفسه يقسى بعد ما يسال، ايش قد هو حنين، ايش قد هو قاسي بنفس الوقت، وايش قد هو اليد المعطاه. طب نقطة ضعفه برج الميزان بقى، ده احنا نحب واحدة برج الميزان. انا احبه صبور وحنون. نقطة ضعفه؟ نقطة ضعفه العاطفة.
العاطفة. العاطفة، سواء عاطفة الأمومة أو عاطفة العاطفة الأشخاص الشريك. في سؤال بقى بيحيرنا أنا شخصيا. نعم. توقعات عالم الأبراج 90% بتحصل. نعم. يعني محدش يعرف علم الغيب غير ربنا، بس إزاي التوقعات بتحصل؟ شوف التوقعات هي بنسبة كبيرة فعلا. نعم، التوقعات هي حسابات فلكية. احنا لما نطلع توقعاتنا نطلع كل سنة، يعني كل نهاية السنة ننطي توقعات عن السنة اللي تجي، ونظل نقول العلم عند الله، حسابات فلكية تجمع الاسم، تجمع اليوم، تجمع الساعة، وتيجي النتيجة الحاجة طبعا تعرفها. وتسقط عندك تسقيط نجمي، تسقط التسقيط النجمي ويطلع عندك الأعداد إذا كانت بالزوجي أو بالفردي، هنا أنت تجزم هاي السنة شنو راح تكون. طبعا أكيد كلها حسابات فلكية. طيب عايزين نعرف الأبراج الروحانية هي إيه؟ الأبراج الروحانية شوفي هو ما ينطبق على برج معين روحاني، هو ينطبق على الشخص الذات نفسه، هو إذا كان يحمل الطاقة الروحانية أو الطاقة القوية، سر الجاذبية على الأبراج الباقية. فهنا احنا ناخذ الأبراج عامة، أنا ما أخذ برج روحاني، أنا أخذ الأشخاص اللي أصحاب أكثر الشيء هم ينطول الأبراج النارية، ينطول طاقة روحانية قوية لأنه هو ناري، هو قوي. أوكي، يلي الترابي ويلي المائي وبعدين الهوائي. الهوائي نعم. لا أنا في بقى حاجة بس، ده تكريم. اي نعم نعم، شكرا لمصر طبعا. كرموني طبعا. بنشكر الاستاذ احمد عزبي هو اللي مداه التكريم ده. فدي لفته جميله طبعا ولفته حلوه. نعم. يعني واحنا اصلا بنكرمك من غير حاجه عشان تشريفك لينا هنا في مصر. شكرا لك. انا بتكلم كلام شكرا حقيقي من قلب والله. الله يخليك، الله يخليك استاذ وائل. وعايز بس اتكلم البخور. نعم. كتير ما اتكلمش على حته البخور اللي بيستخدم في الطاقه السلبيه. نعم. وامور النحس. نعم. البخور بقى المحبب لسناء القيس ايه، وعايزين نتكلم على البخور ده. شوف البخور هو عامه المخالط اللي نعملها احنا، طبعا انا معروفه بالشعله. الشعله هي للجلب والمحبه وهاي الامور، اما البخور ذو روائح طيبه، يعني لا تعطر البيت، لا تسوي تحصين للبيت، لا تبعد الحسد، تبعد النحس، الطاقه السلبيه. طبعا هو معترف اللي هو الجاوي، لبان الذكر. اوكي. تاخذ الحرمل، المسك، العنبر، هذني جدا مهمات. اكثر نوع بخور بتحبه سناء القيسيه؟ اكثر انا عندي اللبان الذكر العامودي والروحاني طبعا. ده هذا ده يعني قليل. نعم هذا قليل، وهذا ده شويه بتحط على البخور عادي، شويه عالي الثمن يعني. طب انت لو عايزه حد يستعمل نوع بخور معين تنصحي بايه؟ انصح بالجاوي ولبان الذكر. الجاوي ولبان الذكر رخيص وموجود بكل بلاد العالم موجود. طب عايزين نعرف اسماء الاحجار الكريمه هي ايه؟ الاحجار الكريمه اكو الاف الاحجار، بس احنا نعتمد على احجار المعينه اللي هي تعطي طاقات للابراج، اللي هي الفيروز، اللي هو العقيق اليماني، اللي هو الالماز، اللي هو المرجان. المرجان اذا كان اخضر او احمر اوكي يعطي طاقه جدا قويه، حسب البرج هنا، حسب طاقته الايجابيه والسلبيه. ها الطاقة السلبية لازم نسحب الطاقة السلبية من الشخص قبل ما ننطي الحجر، لأنه الحجر هسه شوفي هذا أنا لابسة الفيروز. الحجر هذا بس أنت لابسة الفيروز. ده الفيروز. هذا الفيروز بس هم مش عارفينه. الكاميرا ده يشوفوا ده الفيروز. هذا الفيروز. نعم. هذا عندك الألماز والمرجان الأخضر. في ألماز ومرجان أخضر. هذا طبعا الكاميرا بس تقرب عليه ما أعرف إذا يبين عليك. هذا المرجان الأخضر. طبعا هذا الألماز مع المرجان الأخضر. أوكي. الأحجار الكريمة بتدي طاقة. نعم نعم. هذا يصفي الدم. الفيروز النيشابوري يصفي الدم، يعني يبعد الطاقة السلبية. التجلطات لا سمح الله، الدر النجفي الموجود في العراق معروف، يعني هو حجر ابيض. بصي تاني للكاميرا معلش، عايزين نشوف. قربوا لك الكاميرا. ده الحجر يعني انت حجر. الكاميرا تيجي على ايديها. قولي بقى اسماء. قولي اسماء. طبعا هو عندنا هذا المرجان والالماز، هذا ايضا حجر المرجان. تمام. اوكي.
هذا هو الفيروز، هذا اللي يسحب الطاقات السلبية، التجلطات، يصفي ضغط الدم، يصفي هواية أمور بالجسم. هواية أكو أحجار، هواية أكو أحجار. فحسب الشخص، حسب الشخص شنو ينطي. طبعا أكيد أني سبحان الله جسمي يوالم كل الأحجار ما شاء الله، كل الأحجار، لأنه أنا خاتمة، يعني خاتمة على أموري، على طاقتي، خاتمة روحانيتي بطريقة الأحجار. طيب بقى عايزين نتكلم بقى على حاجة مهمة جدا. نعم. يعني قراءة الكف. قراءة الكف، نعم. ده ليه طقوس معينة وليه رموز كده زي التاروت؟ أكيد أكيد، أنا التاروت أخليه بكل قراءاتي، سواء كان فنجان، سواء كان تاروت عادي، سواء كان كف، وسواء كان حسابات فلكية. يعني اسمك، اسم والدتك بالورقة والقلم، احسب الحسابات الفلكية. أنا ممكن نقرأ كف دلوقتي؟ حد فيه؟ قراءة الكف ينطبق على تركيز. تركيز جدا قوي. في عندك هنا، عندك الخط الحياه، ممكن يكون عندك خط الارزاق، بيت العاطفه، ما ادري اذا يبين بيت العاطفه. اوكي، هنا قراءه الرموز بالايد طبعا راح ينطي كل الامور عند الشخص، واذا مريض، مريض مزمن، اذا عنده امور متعبه، كلها تبين عندنا بقراءه الكف. تمام. عايزين بقى نتكلم على موضوع مهم برضو، الطب البديل. الطب البديل، نعم. نتائجه طبعا معروفة، وهو بيتهيألي في حد كان بيقول ان ده الطب اللي بيعالج الصرع. الصرع تملي مرض، يعني ما فيش منه تملي علاج، الناس بيشتكي منه. هل الطب البديل قادر يعالج يعني الصرع؟ شوف، هو الصرع في والطب البديل عموما كلمين عنه اكتر يعني. نعم نعم. الطب البديل هو عامة هو معروف، الطب اللي احنا نستخرج خلاصة الاعشاب، خلاصة العسل، خلاصة التركيبات اللي احنا نسويها، اصبح هذا الطب البديل. اوكي، طبعا احنا ما نتعدى مراحل الطب الموجود عندنا والدكاترة تحياتي لهم، انما الطب البديل مثلا انت تكلمت تفضلت على الصرع. الصرع ما له علاج، مرض صعب جدا، ما له علاج. بينما احنا بروحانيتنا لما يجيبون المريض، سواء كان طفل او كان كبير بالعمر، الصرع مجرد ما احنا نقرا عليه ITN، يا اما ينشمر، نقول انشمر يعني وقع. بحس اللي عنده صرع في جن او في حاجه مسكاه. اي نعم، عنده استلباس يكون، بيبقى في حاجه نعم كده في شكله او في جسمه. نعم، هذا استلباس 100%. اوكي، لما تقرا عليه انت الايات راح ينشمر، راح يوقع، راح تجي حاله الصرع امرار ياما وياما. يعني في ابيض هنا طبعا، لسانه يعض لسانه، الواحد لازم يسيطر على مرضى الصرع. طيب الطفل اللي هو مثلا ممكن بيتهته ده، مو هو، هو في عالم ثاني. مريض الصرع خطيه، هو في عالم ثاني يكون. لا انا قصدي في تحتها في الطفل نفسه، هذا قرين، هذا قرين جدا قوي. يعني من اتباع الجن المؤذي. ده ممكن يقع في اي حته. انا اعرف بني ادم فعليا مات، وقع على دماغه، هو الصرع جاله وقع على دماغه. طبعا ليش اقول لك لازم يسيطرون عليه خطيه؟ لانه يكون في عالم ثاني، في عالم ثاني اللي مريض بالصرع، فلازم له علاج وجلستي انه ثلاثه، مو جلسه واحده يرتاح. كذا كذا يعني كذا جلسه بين الثلاثه. كم جلسه ولا حسب الحاله؟ اذا حاله او في اولها ممكن جلستي، اذا لا يعني من هو وصغير واهله تاركيه وصار يعني بعمر كبير، لا ممكن خمس جلسات ويتعدى الحاله كثير. انا معانا مداخله، يعني في مداخله دلوقتي. الو 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 الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ انا خالد نجيب معاك. حبيبي الفنان خالد نجيب، حبيبي وعشره العمر خالد نجيب، ممثل شاطر جدا، مثل مع كل نجوم مصر، نورت الدنيا يا نجم. يا حبيبي النور ديك انت الاول، الف مبروك على البرنامج الجميل. يا حبيبي يا حبيبي يا خالد، الله يبارك فيك. ازاي حضرتك يا حبيبي؟ الف مبروك عليكم، الله يبارك فيك. جميل ده. ومعانا بقى خبيره الابراج سناء القيسي، وطبعا منوره الخبيره، يعني خبيره الابراج الاستاذه سناء القيسي. شكرا استاذنا. فعايزين نسالها سؤال كده على الابراج يا خالد، عندك ولا؟ في موضوع الابراج ده اساسا. طب قول يا بقى يا ريس، يعني سمعنا يا خلود. استاذه سناء، نعم. دلوقتي الاول بس، انا 20/6، ايه رايك في 20/6؟ ايه رايك في 20/6؟ انسان جدا حلو وطموح بالحياه، وعندك فقره جدا مهمه هي الصبر. يا واد العب يا خلود. انت تصبر على امر، وعندك انت من اول السنه صابر على ورقه، وهذه الورقه راح تتجدد معاك في شهر الثامن يا رب.
مبروك وان شاء الله عندك شراء شيء. اما بيت اما سياره. اي والله اي والله استاذنا الغالي عندك يا اما بيت اما سياره راح تشتريها. مبروك يا خالد. إيه وبركبني إيه العربية بدل العربية القديمة بقى. عندك شراء شراء. ايوه انا برضو يعني كلاسيك انا فاهم فولفو كده. ان شاء الله. مبروك عليك. 26/6 ده الجوزاء وسرطان طبعا صح؟ اي نعم اي نعم. يعني بس احنا ناخذه احنا ناخذه هو 26/6 السرطان. السرطان. سرطان اكثر ولا جوزاء وسرطان؟ لا لا السرطان اكثر. اي نعم حبيبي عشان كده انا شويه رومانسي. ايوه ايوه رومانسي كلش طبعا. نورتني يا حبيبي. السرطان دوت برج رومانسي جدا جدا وعصبي جدا جدا. برج رومانسي نعم برج رومانسي وعصبي وياخذ قرارات قيادي برج السرطان. مشكله بس انا في عندي شويه برضو جوزاء عشان في عندي شويه جيران ساعات. اكيد الجوزاء هو ذكي. الجوزاء هو خارق الذكاء بهذا الموضوع. احنا في البرج بتاعه دلوقتي تمام. خلاص خلاص تاخذ منه وتاخذ منه مثل ما انت. نورتني نورني نورني ابدا. والف مبروك حبيبي. جميل جدا جدا حبيبي. حبيبي موضوع حلو ولطيف حبيبي. في تفاؤل للناس وفي حاجات لطيفه يعني بناخدها كده. حبيبي يا خالد صديقي الغالي. الف شكر للنجم خالد نجيب لاتصاله ونورت الدنيا. وميرسي يا خالد للمباركه الغاليه دي وميرسي لاتصالك يا حبيبي. طيب احنا اهم صفات برج الحوت ومميزاته وعيوبه هو ايه؟ برج الحوت هو البرج المظلوم. يعني انا سبق وقلت انه هو عمرو دياب بيحبوا البرج ده وعمال يغني له. برج الحوت ده في شهر 3 صح؟ اي خطيه. برج الحوت هو من يعني يظل اخر الابراج حتى نقراه. انا احس انه اقصر مع برج الحوت ولهذا متابعيني من برج الحوت يعرفوني انه انا احبهم كلش. احبهم بتوصى فيهم اوقات وهسه ناويت لهم على لايف ان شاء الله بس نرجع نسوي لهم لايف جدا حلو. برج الحوت هو صفاته صفات المعطاء اللي هو نطى كل شيء. يعني اللي بجيبه نطال الشريك. الاغلبيه حلين. الاغلبيه انا لما اقول الاغلبيه يعني الاكثريه الموجودين ببرج الحوت النساء والرجال. النساء والرجال بس نعم. بس انت بتميلي بين عليك البرج الحوت شويه ينطون. انا احب برج الحوت. برج الحوت احبه احبه لانه انت انا كوني عالمه فلك احس الابراج المظلومه ايهو. فبرج الحوت مظلوم. برج الحوت نطى هوايه ضحى هوايه. طب انا برج بقى مش مظلوم لو الحوت مظلوم صعب عليه. نقطه ضعفه ايه؟ نقطه ضعفه انه هو ما ياخذ قرارات. ما بياخذش قرارات حدية. لوحده دايبه ياخذ قرار ويتراجع. يفكر بالماضي. برج الحوت على طول ينظر الى الوراء ما ينظر الى الامام. هي هاي ممكن التراجع اللي عنده هاي الفتره. برج الحوت صار له 5 سنوات عنده تراجع. هو بس لو يركز بطريقه ما ياخذ قرار من نفسه. ما ياخذ القرار من نفسه يتراجع على طول يفكر بالماضي. يعني اليوم انا ماشيه في طريق المفروض ما اطلع ورايا. خلص انا سلكت الطريق الورايا علي بالامام. ده برج طيب قوي. طيب طيب طيب. طيب ويسوي شغلات ويندم عليها. يعني يخطي بامور الحمد لله اللي انا مش حوت. ده حوت ده ضايع يعني ممكن يدخلك الحبس برج الحوت. ممكن تجيب لك الشرطه مرتك او صاحبتك او اللي تحبها تدخلك الحبس وترجع تندم. انا جوزي 20/3 والله. انا جوزي 20/3 يبقى برج الحوت ولا برج الحمل؟ جوزها 20/3 برج ايه؟ على عبد الهادي. عايزين نطمن عليها بس يعني ده برجها. الحمل الحمل الحمل. طب انت برجك ايه؟ انت مولوده امتى؟ انا العذراء. العذراء بيلقوا على بعض. العذراء والحمل. الحمل ايه 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 يعني بينهم الدنيا تمام. اطمن عليها يعني. العذراء العذراء عنده طلوع حلو. عنده طلوع حلو العذراء. طب لو اتكلمنا بقى عن برج الميزان بقى عايز اعرف صفاته وعيوبه ومميزاته ومعاد حظه. في حد بعت السؤال ده؟ الميزان. الميزان قلنا انه هو عنده تسامح هوايه. اللي بجيبه بيعطيه يعني. ونقطه ضعفه العاطفه. نقطة ضعفه انه العاطفة حظه. اي الحظ الحظ بدرجة انه نوبات يترك كل شيء ويمشي برج الميزان. بس شنو السؤال اللي بعثوا لك اياه عن برج الميزان؟ هو بيقول لك عايز اعرف صفاته وعيوبه وعايز اعرف مواعيد حظه. مواعيد الحظ هنا انا اردوقف يم برج الميزان. الحظ مواعيد الحظ اذا نجي ننظر بهذا الشهر اللي احنا راح ندخل فيه شهر السادس. شهر السادس تاخذه من 14/6 الى غايه 25/6.
هذه هي أيام الحظ. يعني يريد يخطي على قرارات خطوبة، يريد يخطي على قرارات عمل، يفتح مشروع، رجوع للحبيب، ممكن اتصال، ممكن شيء، يخطي من هاي الأيام فقط، من بعدها يوقف وقبلها يوقف. طيب احنا عندنا دلوقتي استاذ فنان سعيد عثمان بعت لك حاجة، عاوز يعرف ايه سبع عيوب في البرج الجوزاء هو اللي بعت. سبع عيوب مو عيب وعيبين، عايز سبع. ده هو شايل من برج الجوزاء، فهلا اقول كل العيوب اللي كده دمري بقى في الإجابة. خلينا نشوف السبع عيوب من برج الجوزاء. برج الجوزاء سلم قلبه وقفل عقله، هذا اول عيب، وهو العيب الاكبر اللي هو ينطي بكل انحاء جسمه دا يوجعه حاليا. لانه حب من قلبه، مع العلم ذكي برج الجوزاء، بس على طول يفكر بذكاء بعقله ويميل قلبه، مو ما يميل وانما قلبه يحطه على حدا، بس اجت اوقات استسلم بالعاطفه، سكر عقله وفتح قلبه ووقع لبرج الجوزاء. هاي الصفة الأولى. الصفة الثانية، برج الجوزاء كتوم كتوم كتوم، وإذا انفجر دمر اللي حواليه. أوكي، برج الجوزاء ما يحب الكذب، يحب الصراحة. برج الجوزاء شقد ما تنطين إلى يرجع يقدم لش بالمبادرة الحلوة، بس تشيلين إيدك يتركك ويمشي، لو كان عنده قصور يمش ما يفكر. اوكي، برج الجوزاء عنده وعايز سبع عيوب عشان يخلص يعني. كل برج الجوزاء عنده ضغوطات صحيه، بس خليه ينتبه لصحته هاي الفتره. نعم، يعني عايز عيوب تانية ممكن اكررها في البرج خالص لو هو عايزين ندمره. نتكلم كله على الجوزاء. طيب الابراج الروحيه، نعم، ده ممكن يبقى يساعدك انك تلاقي توأم الشعلة. قبل كده كان في لقاء بينا كلمتينا على توأم الشعلة، ان ده ممكن تلاقيه في اي لحظة. نعم، الابراج الروحية ممكن تساعدك انك تلاقيه. شوف، التوأم الشعلة غير توأم الروح. اوكي، منفصل كليا. يعني انت ممكن، انا سبق وتكلمنا على توأم الشعلة، ممكن انت تدور، كل انسان عنده توأم الشعلة، انتبه، ممكن انت بهاي الكرة الارضية تدور عليه وهو هي تدور عليك، ها، وممكن ما تلتقون، او ممكن تلتقون مجرد ما نظرتها ونظرتك تكلمت وياها وكأنه تعرفها لك سنين، هاي صار. بس الحوار ده ممكن يتكرر مع اي حد، يعني ممكن يكون توأم شعلة، ممكن اتكلم مع حد ارتاح له احس ان انا عارفه من لا سنين. لا 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 لا، انت ما قابل، انت ما راح تقابلها مره واحده. انت راح يصير جاذبيه بينك وبينها. ما تقدر يعني يصير في عندك ترابط، ترابط قوي. فلهذا توأم الشعله ممكن تلتقي بي، انت تحبها وهي تحبك، من نظره واحده، من كلام، من هاي تتعلقون في بعض. ممكن يطلع مؤذي توأم الشعله، ممكن يصير مؤذي جدا، ممكن اول ما تنظرها وتنظرك ايش قد انت منتظر هاي الصفات، بعدين تندم تقول يا ريت ما شفت هاي الصفه. طب وتوأم الروح بقى؟ توأم الروح هذا توأم ثاني، عدة عالم ثاني يعيشون. يعني مجرد ما يلتقون، مجرد ما تنظرها وتنظرك تفهم انت شنو اللي تريده. وده برضو موجود. هذا جدا حلوة هاي العلاقة تكون. ده انا احب توأم الروح بقى عن توأم الشعلة. توأم الروح هو ما يبتعدون عن بعض. أبد خالص؟ أبد أبد ما يبتعدون. أبد. توأم الشعلة ما يبتعدون، حتى لو تفرقوا بمشاكل يرجعون. توأم شعلتك، توأم شعلة، ما يبتعدون. حتى لو في مشاكل او في خناق او ايه، ترجعون ترجعون عادي. عادي كأنه حاجة حصلت؟ عادي، وكأنه ما في شيء. ده حلو العلاقة دي، ده يعني حلو توأم الشعلة. ما في شيء حصل، بس توأم الروح لا، المشاكل خفيفة عنده. التفاهم العالي، تفاهم عالي يكون بالتوأم الروح. يعني ما يمرون، ما تخليك يعني ما تجبرك الشريكة انك تتخانق معاها، لأنه هي فاهمتك بكل شيء. توأم الروح يسموها. طيب احنا عايزين نعرف ازاي بيكون الشخص بيصلي وبيصوم ويقرا قران ويصيبه بالسحر. شوفي، كلام ربنا عظيم، والصلاه والصوم هذا واجب على كل مسلم، وانما السحر موجود بالقران، موجود بكل الكتب، موجود النبي عليه الصلاه والسلام ايضا مر عليه السحر، والعين اللي ضربت ايده، السحر اللي موجود كان في البير، هاي القراءة موجودة، اقروها.
فموجود السحر وما دخل الصلاة والصوم، إذا ناس من المقربين وضعوا هالسحر على هذا الشخص لو كان يصلي وصوم السحر يمر عليه، لأنه موجود الأثر، موجود الاسم، اسم الأم، تاريخ الميلاد، هذا كله يأخذ بأمور التوكيلات اللي يسووه عليه فياخذ السحر. نعم ياضو. احنا الوقت خلص بينا، بس لسه لقاءاتنا مستمره في حلقات عالم الابراج مع خبيره الابراج سناء القيسي الاولى عالميا في علم الفلك والاحجار الكريمه، وبرنامجكم عالم الابراج مع وائل فلو وفيفي السيد كل يوم سبت الساعه 8 على قناه الساحه والجمال، وتصبحوا على خير.